حد حاول وهو قاعد بالليل قبل ما ينام يحاسب نفسه؟ حد عمل كده؟ اللي عمل كده يا بخته، ده ربنا اقسم بيها، النفس اللوامة. انت بتحاسب نفسك، انا قابلت فلان وفلان وفلان، فلان زعقت له ما كانش ليه حق ازعق له، فلان كان عايز فلوس وانا معايا وما اديتوش ما كانش ليه حق اعمل كده، فلان كان عايز ياكل فلان فلان. النفس اللوامة، مراجعة النفس مهمة جدا 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 جدا. يعني الواحد يقعد يراجع نفسه في كل حاجة، في اي حاجة تراجع نفسك، في معاملتك لولادك، هل انت فضلت ده على ده في اي تصرف؟ طب انا هصلحه بكرة. النفس اللوامة نفس راقية جدا جدا، وربنا اقسم بيها، ولا اقسم بالنفس اللوامة. فحاسب نفسك قبل ان تحاسب، سيدنا عمر، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. والنفس اللوامة في الديانة، في العبادات، انا صليت صح؟ صليت الظهر في ميعاده والعصر في ميعاده؟ طيب انا صمت صح؟ انا ما كل الحاجة. راجع نفسك، راجع نفسك يا اخي، هتلاقي نفسك يوم عن يوم بترتقي يوم عن يوم. ليه؟ لان هذا هو الاصل في البني ادم. كل ابن ادم خطاء، كل ابن ادم، بس خير الخطائين التوابون. كيف تتوب عن شيء وانت مراجعش نفسك فيه؟ انت ما تعرفش انا غلطان ولا لا. الاول، الخطوة الاولى انا غلطت، الخطوة التانية استغفر وراجعت نفسي، مش هكرر دي تاني. يعني التوبة بابها مفتوح بجبار، مفتوح بمصراعي. يعني انك تتوب الى الله ده حاجة جميلة جدا، ويعني ربنا العائد اليه ده وزنه كبير جدا جدا. محدش قالك انت ما غلطتش، كل ابن ادم خطاء، بس اللي بيتوبوا. هتتوب ازاي وانت ما راجعش نفسك؟ انت عملت عاملة معينة انت معتقد انها صح؟ لا، انت عارف كويس جدا انها غلط، عارف كويس جدا. فانت تراجع نفسك، وكلنا نراجع نفسنا، وانت راسك على المخدة بالليل كده راجع نفسك. بلاش كده، انت عملت ده بأني نية؟ بأني نية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام توفى يوم اثنين، لما جه يوم الجمعة خافوا كلهم يخطبوا، خافوا كلهم، الصحابة كلهم، انه يطلع على منبر محمد بن عبد الله، ما عدا سيدنا عمر. سيدنا عمر طلع وقال حديث جميل جدا جدا، الخطبة قصيرة جدا، قال لقد قال محمد بن عبد الله حديث هو ثلثي الدين، تلتين دينا في حديث واحد، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وقال الحديث ونزل صلى بالمسلمين، كان اول مرة خطبة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. طب كويس، يعني ايه انما الاعمال بالنيات؟ يعني لا يحسب لك العمل الا لو كان بنية صالحة. فربنا عايز عمل صالح بنية صالحة، عايز عمل صالح بنية صالحة. ما تروحش تصلي الظهر حتى يقال عنك انك مصلي، النية فزة. ما تروحش تحج حتى يقال عنك انك حج، النية فزة. ربنا لا يقبل الا عمل صالح بنية صالحة. بالليل بقى انت راسك على المخدة راجع اللي عملته كله، في عمل صالح بنية صالحة، وعمل صالح بنية فزة، وعمل فاسد بنية صالحة، وعمل فاسد بنية فزة. ما دول الأربعة، تبديل والتوفيق. ده الحديث، الحديث يعني ان لا نحاسب الا على النية. طبعا عمل فاسد ما لناش دعوة بيه، نية فاسدة ما لناش دعوة بيه، لابد ان يكون نيتك صالحة. راجع نفسك في اللي عملته كله، ان لم يكن من المجموعة الاولى استغفر ربنا عليه. ربنا لا يقبل الا عمل صالح بنية صالحة.